مشاهدينا الآن نذهب إلى كلمة قائد مجلس الصحوة الثوري وزعيم قبيلة المحاميد بالسودان الشيخ موسى هلال، يعلن فيها وقوفه مع القوات المسلحة السودانية. وظهر موسى هلال أمام حشد من قواته بمنطقة مستريحة بولاية الشمال دارفور، معلنا الوقوف مع مؤسسات الدولة الرسمية على رأسها القوات المسلحة. يذكر أن موسى هلال هو من نفس فرع قبيلة حميدتي. أهلي الكرام، أريد لكم وقفة وطنية حقيقية، أن تقفوا مع السودان وتشدوا من أجل السودان، ولا تكونوا من الذين يجرحون السودان ويطعنون السودان من الخلف. أتركوا هذا للعبسيين وللفوضجيين وللأجانب الذين غزوا السودان والذين يأتون بهم من ليبيا، من تشاد، من النيجر، من نيجيريا، من إفريقيا الوسطى، من إريتريا، من أثيوبيا. هؤلاء المرتزقة الذين يجلبونهم لغزو السودان، نحن لسنا منهم ولسنا معهم. نحن لسنا منهم ولسنا معهم. عليه أرجو من كل الأهل، وهذه الرسالة تبلغوها لكل الأهل، كل من يتسول له نفسه عشان يمشي عاصمة البلاد ويمشي يعني ينهب حقوق البشر وحقوق المواطنين ويخرب الدولة، هذه الرسالة وصلوها لكل من لكم عليه ولاية أمر من أبنائكم وأخوانكم وبني عمومتكم وكل من يسمع كلامكم، أن يقفوا وقفوا قوية مع الوطن ومع استقرار الوطن ومع وقف إطلاق النار ومع وقف الحرب في السودان. الله أكبر. هذا هو المطلوب من المواطن الصالح. الله أكبر. مطلوب من المواطن الصالح، هذا المطلوب من المواطن الصالح، ليس المطلوب من المواطن أن يخرب بلاده بيده، وليس مطلوب من المواطن أن يتقبل الغزو على بلده ووطنه. من هنا نعلن نحن مع الدولة ومع الوطن. الله أكبر. من هنا من هذا الموقف نعلن نحن مع مؤسسات الدولة السياسية والسيادية والمؤسسات الاقتصادية التي ذكرناها والمؤسسات الأمنية التي ذكرناها وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية. من هنا نعلن نحن موقفنا مع القوات المسلحة السودانية. الله أكبر. ليس مع أي ميليشيا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والذي لم يسمع قبل ذلك فليسمع اليوم. الله أكبر. الله أكبر. ولينشر اليوم. الله أكبر. الله أكبر. وليقول ما يقول. وما نقوله هو الحق وليس الباطل. نحن مع الحق والزهور. نحن مع الحق ولسنا مع الباطل. إن الباطل كان زهورا. إن الباطل كان زهورا. إن الباطل كان زهورا. ونحن مع حرب الكرامة الذي يرجع السودان لموقعه الطبيعي ويرجع السودان لاستقراره ويرجع السودان لنخبته ويرجع السودان لنخبة السياسية الحقيقية التي تقود البلاد قيادة حقيقية وقيادة الدولة، ويرجع السودان للذين يعرفون ويفهمون كيف تدار الدولة ومن هم رجال الدولة. نحن مع هكذا الفكر، والدولة فكر وليست يعني خراب، الدولة فكر ومشروع، والدولة يعني لو ما وجدت الفكر والمشروع لا يقودها الاقتصاد وحده ولا تقودها القوة وحدها، القوة والاقتصاد هن مكملات لقيام الدولة الحقيقية، الدولة ذات الفكر الحقيقي ذات المشروع الحقيقي. الدولة ذات الفكر الحقيقي ذات المشروع الحقيقي وذات البرنامج، تقوم على المؤسسات، تقوم على التعليم بالنسبة للمواطن السوداني، تقوم على الصحة بالنسبة للمواطن السوداني، تقوم على مجانية التعليم ومجانية الصحة، تقوم على الاقتصاد الشريف
الله أكبر. تقوم على أيادي رجال عفيفة ليست أيادي بتاع أحمق. تقوم على أيادي رجال عفيفة ليست أيادي نهب ولا حرامية ولا مرجفين، وتقوم على لسان رجال صادقين. الدولة تحتاج للسان صادق ويد عفيفة. هذا هو البرنامج الذي يقود الدولة، وهذا ما نرجوه للدولة السودانية. الله أكبر. نحن الآن اجتمعنا في هذا المكان وفي هذا الزمان لمشكلة بسيطة جدا وداخلية، وإن كانت ليست بالبسيطة بالمعنى، وإنما بسيطة بالدائرة اللي بيقروها بها الناس عامة. مشكلة من واحد تشادي أتى 2018 للسودان، السودان البوابة المفتوحة الذي يستقبل كله.